تام، فعلاقته مع الوالدين ديالو كان فيه العقوق وفيه كذا إلى آخره، فأخذه العقوق وأزه الشيطان وأزه حتى صفع أمه أبقى كذا من مع شوية. تاب الله عز وجل عليه وأخذ بيده إلى محراب الطاعة ورجع هذاك الوليد وكذا واستقمل خير، ثم عاد إلى أمه وقبل يدها ورجلها ورأسها وبكى بين يديها وعفت عنه أمه وصفحت عنه. ها هي سلكات وعفات وسمحات، ومن المشاشة ديال القلب من الداخل ما بقاش عندها الداخل ريحة المؤاخذة على ولدها. لكن كيف بقلب ذلك الولد وهو ينظر إلى أمه ويتذكر أنه في يوم من الأيام قد صفعها؟ كيدير هذه الحياء اللي غيحس بها السيد هذا؟ ولله المثل الأعلى، كيف تقف بين يديه وأنت تعلم أنه كان مطلعا عليك يوم فعلت كذا وكذا 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 وكذا؟